بس ما زلت أنا أسألك عن حالة البيئة الاجتماعية ودورها في تحفيز المبدعين من خلال ملامستك لهم، هل البيئة هي بيئة محفزة ولا بيئة محبطة؟ أتكلم عن المشهد الاجتماعي بشكل عام يا دكتور. أنا أشوف، أنا أتكلم الطالب الموهوب بمجرد أن يصنف أنه موهوب، علاقة أسرته تكون معه إيجابية، علاقة المدرسة معه إيجابية، المعلم يتحول معه علاقة مختلفة، لكن كمجتمع لا يزال يحتاج إلى نوع من الحراك لهذا الجانب.